هذا الرجل ليس رجل أعمال، ليس راجل زوج، ده كله الحياة. الله يعيني، مغني غلبان لسه طالع من سنتين مع 236 مليون مشاهد. التعاطف اللي مع الولد ده في الأحياء الشعبية وفي كل الناس تحت واقفين، لا يعني سعادتك ريحتنا ان انت قلت بس من اهليته الاثنين، وان الطب الشرعي قد اخطا حيث ان المتهم عرض عليه وفي لحظات تم اجراء التحليل وفي الصباح الباكر تم ارساله. يعني يا فندم لم يلجاوا الى اي اسلوب علمي سوى الدلالات الاستكشافيه، بدليل يا فندم مش بألفه، احمد فتوح اتقلبت الدنيا كويس فندم. بعد ساعه ونص من مروحه طلعت النتيجه انه بيتقطع حشيش. ايه ده؟ ايه ده؟ انهي منطق؟ حته تالفه. ينادى ايضا الحاضر في ان جريمه احراز الجوهر المخدر هي جريمه تستوجب بالمنطق العقلي وليس بمنطق فهم بواقع روح القانون ان يضبط مخدرات. يعني يفتشوا العربيه ما يلاقوش فيها مخدرات وما يلاقوش خمر، ويفتشوه ما يلاقوش معاه اي حاجه، ويطلع وهو واقف مستنيهم والضابط يقول لا كان فايق وفي وعيه كامل، ويجي التحريات تقول لم نتوصل لاول مره، انا زهقت من الضابط العادي المحترم، قال لم نتوصل لتعاطي مخدرات، لكن وفقا للتحليل ده كان واخد مخدرات، لكن لم نتوصل الى تعاطيه السابق المخدرات. المشكله يا فندم، المشكله تكمن في حاجه، هذا الرجل ليس رجل اعمال، ليس راجل زوج، ده كله الحياة. الله يعيني، مغني غلبان لسه طالع من سنتين مع 236 مليون مشاهد. التعاطف اللي مع الولد ده في الأحياء الشعبية وفي كل الناس تحت واقفين، لا يعني سعادتك ريحتنا ان انت قلت بس من اهليته الاثنين، الناس واقفين تحت، الولد خير وغلبان غلب الدق غلبان بجد. ده لو قلت له تيجي ساعة المستشار قال لي فوق راسي من فوق، فصحابه بقى خد بالك، قال له لا الدكتور قال وساعة المستشار امر انا هاجي. ومثل نقض بقى زياده في تعنت النيابه العامه، عمري ما سمعت عن قضيه تزوير تتعمل في توكيل معمول لمحامي بيقر صاحب الوكاله انه وكله، يعني مفيش مخالفه للحقيقه والاختام سليمه والموظفين طلعوه سليم، عملوا له بدايه تزوير تاني اخر الشهر. ايه ده؟ ليه؟ ده غلبان. وبالرغم من هذا هنالك القضاء مش متمسك بالقضاء وبس، لا هشرح عشان وقعه التعاطي، هشرح ان الضابط قال كان فايق، هشرح ان التحريات قالت كذا، هشرح ان انا مقدم ما يفيد ان كل الادويه لو اتعمل لها تحريات يطلع فيه امفيتامين. انا لسه واخد كولشستال امبارح عشان عيان عشان اقدر اجمسه، وانا واخد الكولشستات طب بقرا قلت يا نهار اسود لحسن اعمل حادثه، يقولوا لي تعالى نعمل لك تحليل يقول لك محمد حموده بياخد امفيتامين. وصلنا للدرجه الهزليه والحرص النيابه العامه ما تكلفش خاطرها انها تستدعي الطبيب الشرعي عشان تساله. الحاضر ينازع في صحه ما ورد بتحقيقات النيابه عن تعاطي المتهم للمخدرات للقصور الواضح في التحقيقات بداءة بطريقة التحريز ثم بعدم استدعاء الطبيب الشرعي لمواجهته بما ورد بتقريره. كل الكلام ده يا فندم نحيل القضية نوديه محكمة الجنايات في 4 أيام. طب كم مواطن بيعمل قتل خطأ في مصر في الشهر؟ ده احنا عدد حوادث القتل الخطأ 1100 كل شهر. اشمعنا بقى وبتتحل بعد سنه، اشمعنا كل واحد الاعلام يصور 4 ايام؟ وقلتها انا بيحاكمني في جمهوريه مصر العربيه نصه اعلام عايز كده، لكن انا ماثل امام دايره لا بيهمها اعلام بيهمها الحق وبس وقانون الاجراءات الجنائيه والعقوبات، واسبق الاجراءات على العقوبات حيث انها الحصانه والحمايه، لالا زي ما قلت المصطفى معالي الوزير محفوظ صادق الراجل العظيم.